الله يبارك فيك كابتن علاء، الف مبروك. سيناريو مثير، نادي الاهلي يواصل مشواره في كاس مصر ويواصل نجاحاته هذا الموسم، والحمد لله ختمها مسك. ختمها مسك، اي نعم، مباراه كانت صعبه جدا على الفرقتين، لكن في الاخر قدر النادي الاهلي يحسم المباراه. المباراه ما كانتش سهله من بدايتها لحد الاكسترا تايم. كل فريق بيحاول، وهنا بقى حته التوفيق من عدم، في فريق دي حاجه مش بتاعتنا، فريق موفق وفريق مش موفق، لكن لازم ندي كل حقه، كل واحد حقه. نادي المصري كان خصم عنيد جدا للنادي الاهلي، يمكن الشوط الاول كان هو احسن، الشوط الثاني النادي الاهلي رجع للمباراه وكان شكل عام للنادي الاهلي كان احسن، وعلي ماهر غير اسلوب اللعب الشوط الثاني بالظبط. لكن كمان في حاجه تحسب ايمن، ان بدنيا المصري الشوط الثاني قل شويه، توقعنا كده بين الشوطين بالظبط، عشان كده المساحات كانت موجوده لعيبه النادي الاهلي. المستوى اتحسن سنه، لكن كان لسه ما زال موضوع الفرديه في الاداء واخطاء بين قوسين ساذجه جدا في كره القدم، هو ده اللي كان، بس كان وحش الشوط الثاني، لكن النادي الاهلي الشوط الثاني كان احسن. مباراه كالعاده زي مباراه الاهلي ومصر دايما في كاس مصر، أيوه. مباراه مجنونه تماما، يعني صح. ما انت ما تضمنهاش غير لما الحكم يصفر. هدف في وقت غريب، 89 مظبوط، هدف في وقت غريب جدا للمصري، تعادل البنالتي للنادي الاهلي، وبعدين دخلنا على الاكسترا تايم، قدر قندوسي يحرز هدف. وكان لازم الموضوع ده من بدري قوي، التسديد على محمود جابر، محمود جاد، لانه بجد حارس يعني ضعيف، لكن احنا ما خدناش بالنا الموضوع ده، لكن قندوسي قدر هو اللي ينهي المباراه 2-1. بقول مبروك للنادي الاهلي، الحمد لله نهينا الموسم بتاهل قبل النهائي لكاس مصر، وسلسله الانتصارات الحمد لله مكملين فيها. هارد لك نادي المصري النهارده، وبقول لعلي ماهر بدايه، انا شايف بدايه كويسه جدا 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 مع ليك مع المصري، واكيد المصري السنه الموسم القادم ان شاء الله يبقى اقوى كمان وليه شكل غير، اكيد في تدعيمات وفي لعيبه كتير قوي مصر هيجيبها. لكن مباراه حلو مثيره، يعني الحلو في المباراه النهارده هي مباراه مثيره، انت مش عارف ايه اللي هيحصل لحد نهايه المباراه. صحيح. الف مبروك لعيبه النادي الاهلي، وهارد لك لعيب المصري، وان شاء الله القادم دايما احسن للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين.